هذا هو الدرس الرابع. في هذا الدرس سوف نشرح مفهوم ويسمى الـ Request Response Cycle. ضغطنا على URL أو رابط معين في السيرش بار في المتصفح، فإذا بنستدعي من السيرفر Request معين، البراوزر بيرد علينا بـ Response. فإذا هذه العملية الـ Request Response تسمى Request Response Cycle. المتصفح او الكلاينت اللي هو يسمى البراوزر او المتصفح بيرد علينا بريسبونس ايا كانت هذه الريسبونس. بنستطيع في فلاسك استخدام هذه الريسبونس بطريقه معينه. في هذه العمليه الريكوست ريسبونس سايكل، في هذه العمليه ممكن نستخدم عده فاريبلز او عده مفاهيم. في هذه العمليه يحدث عديد من الثريد. الثريد هو ببساطه ممكن يكون مايكرو فاريبلز بسيط، ممكن يحمل هذا الثريد، ممكن يحمل يوزر نيم، ممكن يحمل باسورد، ممكن يحمل ليست، ممكن يحمل ريكوست، ممكن يحمل سيشن، ممكن يحمل عده متغيرات في قاعده بيانات، ممكن يحمل عده سبميت فيلد. هذا الثريد بيتم بان هذه البيانات في غايه الخطوره، مع انها بيانات في غايه الخطوره، لكن فلاسك بيجعلها جلوبال فاريبل. بمجرد في هذه اللحظه البسيطه، بمجرد انتهاء هذه العمليه، بيتم اسقاط هذه الفاريبلز، لا نستطيع ان نستخدم هذه الكونتكست مره اخرى. بطريقه اخرى، في هذه العمليه الريكوست ريسبونس سايكل، فلاسك بيتيح لنا استخدام هذه المتغيرات او هذه الكونتكست اللي ممكن تكون باسورد فيلد، بيانات في وقت الخطورة حساسية، أو اليوزر نيم، ولكن في نفس الوقت إنه بيتيح لنا استخدامها كفاريبل. في نفس الوقت بيتم عمل عملية اسمها encapsulation أو تغليف لهذه المتغيرات، بحيث المستخدم العادي لا يستطيع تماما إنه يعرف أو يستطيع الحصول على هذه المعلومات. ممكن نشوف أول مثال تطبيقي في هذا الدرس، وهو كيفية عرض بيانات المتصفح اللي أقوم باستخدامه. أولا تم إنشاء hello.py. في هذا الملف سنقوم بإنشاء أو استيراد from flask import flask. بعد ذلك نتأكد أولا إن flask object هو F بهذا الشكل. ثانيا هنقول ان في اب عبارة عن flask object، ومن ان name هو inherit أو في argument in name. لو name كالعادة بيساوي المين، ممكن يكون هذا الدرس غير ذو أهمية، ولكن هو يعتبر شرح مفهوم عملية request response. حتى لو هذا الدرس غير واضح، سنقوم بتوضيحه بعد ذلك باستفاضة بإذن الله. هنستورد ايضا الريكوست. في هنا اب دوت روت ديفاين اندكس ده يوزر ايجنت، ده عباره عن براوزر. فهنستخدم الريكوست دوت هيدرز دوت جيت يوزر ايجنت. استخدمنا او عرفنا البراوزر، فممكن نعرض هذه البيانات. حاليا هذه البيانات غير مجهوله تماما، فممكن نعرض هذه البيانات ريتيرن. Your browser is ها هنا user agent. فإذا نتأكد ان هنا علامة مئوية. فإذا هنستبدل هذا الفاريابل باليوزر agent اللي هو هذا الفاريابل. فإذا استخدمنا request، لازم شرط اساسي ان السيرفر يكون شغال تماما. لو السيرفر مش شغال هنجد ان مفيش ريكوست اساسا. يبقى اذا الريكوست بيعمل فقط لو في ريسبونس
او السيرفر شغال او اليوزر ضغط على راوت معين وفي ريكوست اللي هو عباره عن جيت او بوست او ايا كان بوت او بوت او جيت او ايه او جيت او بوست او بوت. فاذا هنذهب الى الكوماند ونكتب بايثون هيلو دوت دوت باي تماما شغال والاكتف والديباج مود اون. ممكن نذهب مباشرة الى هذا اليو ار ال، فهو بيذكر ان في جيت فعلا لكن الاب روت غير مفعل. اب دوت روت ديفاين اندكس سيف لهذا الملف. إذن خطأ، كنا نسينا أن نعرف نت ديكوريتور بهذا الشكل app.root. فممكن سيف للملف ونذهب مرة أخرى إلى المين فيور براوزر إز بيذكر أنه منزل، وفي دي عبارة عن بعض البيانات للمتصفح والفيرجن المتصفح وهكذا. هكذا نكون حصلنا على بعض البيانات. ثاني مثال، ممكن نذهب الى البايثون شيل from hello import app بعد ذلك بعد ما استوردنا الاب from flask import current app. نوضح هذه المفهوم، فتم بنجاح استيراد الكرنت اب. فاذا هنوضح بعض المفاهيم عن الكرنت اب. اولا في عندنا اثنين كونتكست، في ابلكيشن كونتكست وده بيمثل جي او كرنت اب، في الريكوست كونتكست او ريسبونس كونتكست ده بيمثله الريكوست او السيشن. السيشن بيستعمل مع الداتابيز، ريكوست زي ما احنا شفنا جيت او بوست عدد ريكوست الجي، والكرنت اب هو الكرنت اب الحالي ريفرنس الكرنت اب الحالي، والجي الابلكيشن ممكن نستخدمه كتمبوري ستورج مؤقته بيستخدم فيها بعض البيانات، وهذا الجلوبال بمجرد ما الريكوست ينتهي هذه البيانات يتم فقدها مره اخرى. بهذه النقطة نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. هذا الدرس يعتبر advanced، وفي بعض البيانات الغير مطلوبة، يعني ممكن تكون مطلوبة لكن حبينا نعرض هذه المفاهيم قبل أن نشرع في الحديث عن templates في الدرس القادم.